السلام عليكم متابعي قناة نامتو 21 تي في، ومرحبا بكم معايا من جديد في نهار جديد مع فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة. وصفتنا اليوم غتكون عبارة عن فندق شوكولا اللي كيجي هائل، كيجي لذيذ بزاف، وكيتقدم هو ساخن، وفي نفس الوقت سهل في التحضير وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. خليكم معايا حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. هنحتاجو في المقادير على بركة الله. عندي هنايا 220 غرام الشوكولا السوداء، عندي هنايا 190 غرام الزبدة تكون بحرارة المطبخ من الأحسن، عندي هنايا 140 غرام السكر كيجي تقريبا كاس لارو، عندي هنايا 90 غرام ديال الدقيق كيجي تقريبا كاس لارو، عندي هنايا 3 البيضات وقبصة الملحة. دابا أول حاجة غنبداو بها هي غندوبو الشوكولا مع الزبدة، يا دوبوهم في حمام مريم أو دوبوهم في كاسرونة عادية. أنا هنايا غندوبوهم في كاسرونة عادية وانتوما كيبقى لكم الإختيار. بعد دوبتوهم كاسرونة عادية في حالي خصكم بقاو تخلطوهم باش ما يتحرقكمش الشوكولا ديالكم، يعني بقاو تحركوها وعينكم عليها. من هنايا غنحاول ندوبها مزيان تدوب ونتلاقاو ان شاء الله. صافي، هنايا من بعد ما دابت الشوكولا ديالنا دابا غندوزو باش نوجدو باقي المقادير. دابا اول حاجه غنديرو بها غناخدو ديك 3 د البيضات، غناخدو واحد الاناء اللي غنخلطو فيه، نطلقو ديك البيضات نزيدو لهم السكر وغنخلطوهم مزيان حتى يمتازو مع بعضهم ويدوب داك السكر. وهنايا ملي بغا يخلط بالخلاط الكهربائي يخلط. غنزيدو هنايا قبصة د الملح يا شوية دارسنا ديك الحلاوة. هنايا من بعد ما دابت السكر نزيدو الدقيق، نخلطو مزيان. حتى ميبقاش الدقيق مكور هنايا. بعد ما نسجم المكونات كاملين مع بعضهم غنبداو نضيفو في الشوكولا. وهنايا الشوكولا ما تعدلوهاش وهي سخونه، خليوها حتى تدفى، يعني ما تعدلو يدكم فيها ما تحرقكمش، عاد بداو تضيفوها للخليط ديال الدقيق مع التحريك. طبعا صافي غنستمروا هكذا في التخليط حتى نساليو كميه الشوكولا ديالنا كامله. انا هنايا سخنت الفران من قبل على درجه حراره 190 درجه، كندخلوهم يطيبو بين 10 دقائق حتى 13 دقيقه، تقدروا طبعا اقل ولا اكثر كيبقى على حسب الفران ديالكم. وهنايا بالنسبه للي كيبغي تجي ديك الشوكولا سايحه يخليهم بين 8 حتى 10 دقائق ماشي اكثر،
انا بالنسبه لي اللي ما كنبغيش يجي ديك الشوكولا سايحه، يعني غنطيبهم اكثر من 8 دقائق. صافي هنايا هذا هو الشكل الخليط اللي كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. صافي مباشره غنخوي الخليط ديالنا فوق الليمون ديالنا. انا استعملت هنايا هاد الليمون هادو، هادو اللي كيتباعوا وكتستعملوا ماشي مره ماشي جوج، وبخي ساعه ملي صافي كيتخسروا كترميهم. المهم انا دهنتهم هنايا بالزبده، المهم تما استعملوا اي نوع دمول اللي عندكم. صافي دابا مباشره غنبدا نخوي فيهم. حاولوا ما نعمروهمش يتسن الراس. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الليمون ديالي كاملين وندخله من الفران، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم اللي حضرت معكم، فوندو الشوكولا اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، وكيف ما قلتكم يعني مكونات موجوده في كل بيت، يعني اي واحد يقدر يفرح وليداتو والاسره ديالو. المهم انا هنايا زوقت شويه سكر كلاصي، ممكن شويه ديكور هكذا اوراق النعناع. هنايا كيبقى الديكور كل واحد يتفنن بالطريقه ديالو، الاهم هي النتيجه والمذاق، اما الشيء الاخر ماشي مهم. وها هو من الداخل كيفاش كيجي. كيف ما قلت لكم انا ما كيعجبنيش ديك الشوكولا تجي سايحه بزاف، ها هي باقا ديك الشوكولا ماشي سايحه بزاف. كما قلت لكم اللي كتبغيه سايح بزاف يعني ما تطيبوش بزاف. المهم كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومونتير ديالكم اللي كيشجعني. والى اللقاء في فيديو ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.